اوكي طيب يا شباب، نحن سي في لايف، تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الليلة يا جماعة هنجيكم بحاجة ثانية، كويس. طبعا مبادرة الباحثين السودانيين دي يا جماعة قائمة على العمل التطوعي، الشغل بتاع ده كله عمل تطوعي، يعني من اي تو زد يعني، تمام. فحتى يعني في ناس جزاهم الله خير بيدفعوا من جيوبهم على سنه المبادره دي تمشي يعني، تمام. ففي ناس بيعملوا لنا التصميم بتاع البوسترز، في ناس شغالين في مبادرات، في ناس بيساعدوا الطلبه، في يعني ده كله شغل يا جماعه، قسما على الوقت وقسما على الجهد يعني. فنحن تقديرا منه وايمانا بالدور الكبير اللي بيعملوا فيه الـ يعني الساده المتطوعين، الليله ان شاء الله يا جماعه حيكون لقانا مع المصممين الشباب الجرافيك ديزاينرز بتاعين المبادره. الفريق ده يتكون قريب جدا يعني، لو كنتم انتم متابعين انا عملت اعلان في النيابه عن المبادره في الصفحه بتاعت المبادره انه عايزين متطوعين للشغل بتاع البوسترات، لانه صراحه عندنا شابين يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ديل ممتازين شغالين معانا يعني بكل جهدهم، لكن الشغل بيبقى كثير عليهم، فاضطرينا انه نوسع الفريق يعني، تمام. فالفريق يتكون الحمد لله رب العالمين، والشباب بيبقى بيناتهم في زي نحن بدينا في الحته بتاعت ما التيم، التكوين بتاع التيم يا جماعه بيمر بعده مراحل، تمام. المرحله الاولى اللي هي الفورمينج التيم، التكوين بتاع التيم، تمام. نحن الحمد لله رب العالمين كوننا التيم، فاسي نحن في المرحله الثانيه اللي هي المرحله بتاعت الستورمينج. ففي الجروب بتاعنا بتاع التليجرام الشباب دي ما شاء الله يعني تفاعل كده ما عادي، لا التصميم ده لو انت عملت لي كده بيكون كده، والتصميم ده المفروض الالوان دي تكون يعني شغل كده بتاع ناس بروفيشنال، ما يعني انا صراحه ما بفهم في الديزاين لكن مستمتع جدا بالحاجه اللي بيقدموها، تمام. فنحن الليله ان شاء الله حنبدا نتعرف عليهم واحد واحد، يجوا يقولوا لنا يعني يتكلموا يوروا الواحد يدينا الخلفيه بتاعته، لانه فيهم ناس اصلا ما بتاع الديزاين يعني، يتخرجوا من حاجات ثانيه فاشتغلوا الشغل بتاع الديزاين ده لانه هوايه يعني، تمام. فانا بعد يعني برحب بكم وبرحب بهم يعني جميعا، وبدي المجال ل يعني اي واحد من الشباب يا جماعه جاهز يرفع لنا يده، لكن مبدئيا انا حقوم ادي المايك لاخونا ود الامام، تمام. ود الامام ممكن تفتح المايك وتتكلم لو ود الامام لو جاهز افتح المايك طوال ويتكلم. ما قادر تفتح المايك؟ طيب كده حاول كده. السلام عليكم ورحمه الله. بعتذر شويه يا اخوانا، ممكن يقدم زول قدامي لانه انا قاعد لي في محل عام، تمام. شويه كده وبرجع ان شاء الله. ممكن تدي لنا الشاره اللي زول ثاني وانا اقوم بسمع يعني لحد ما اصل محل هادي عشان تقدر تسمعوني اكثر يعني. اوكي تمام جدا. طيب عندنا اخونا تمام. طيب عندنا اخونا مثلا نديكم محمد داوود، اتفضل. السلام عليكم. اوكي تمام. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش بس ياسين انا لسه والله في الطريق، انا يعني 5 دقائق بس بكون موجود ان شاء الله. جدا جدا. معلش بس. الله يهمك. حاج بس كعب. طيب حسن تفضل. حسن افتح المايك من عندك واتكلم. طيب السلام عليكم ومساء الخير على الجميع. اولا انا حسن محمد احمد من شمال دارفور الفاشر. اتخرجت هندسه نوويه كما قال الدكتور، يعني هي تخصصي ما جرافيك ديزاين لكن اتخرجت هندسه نوويه من جامعه السودان دفعه 2018. دخلت الجرافيك ديزاين كهوايه، دخلت الجرافيك ديزاين كهوايه من 2017. فكنت شغال في الجامعه يعني بشتغل بوسترات للدفعه وبشتغل بعد العمل لاصحابي وكده. بعد تخرجت من الجامعه
بدأت في فكرة إنه أحول الهواية لبزنس، لأنه الهواية تحول لشغف، فقلت أحوله لبزنس لأنه شايف حاليا الجرافيك ديزاين عالم كبير وانفتاحه كبير على العالم، المفهوم الجرافيك ومفهوم التغذية البصرية عموما. فبدأت في العمل الجرافيك ديزاين كبزنس. بدأت في فكرة إنه أسس لي شركة بإنتاج إعلامي عديل في الفاجر هنا. الحمد لله إنه بدأت في الفكرة وأسست لي صفحة في الفيس، بداية اشتغلت كفريلانسر، وبعد ذلك اشتغلت لمبادرات عديدة كمتطوع مستلم شغل الجرافيك ديزاين. وأيضا اشتغلت مصمم جرافيك لمنظمة في شمال دارفور هنا، منظمة اسمها الطباشير التطوعية للتنمية. فبدأت أطور شغلي شوية شوية الحمد لله. فالفترة اللي فاتت يعني 2020 ده بالذات يعني اتطورت فيه كثير، حضرت دورات كثير لمصممين كثير برا السودان، مصممين أيضا في السودان، استفدت من مصممين كتار كأمردوني. أمردوني ده تقريبا معانا هنا برضو في مبادرة التحسين السوداني، استفدت منهم كثير الحمد لله. فبدأت يعني المجال ده أتعرف على حاجات كثيرة، وتعرفت على ناس كثيرة، ودخلني عوالم كثير يعني زي ما بيقولوا في عن طريق المجال له، وكونت صداقات وفتح لي فرص عمل يعني ما كنت متخيلها يعني. نعم فده برنامجي أو نعم أو شوف ده رحلتي. يديك العافية يا حسن، يعني ده كلام يعني مشوق وما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يوفقك. فيعني انت ما انتظرت يعني يعني ما شاء الله تبارك الله درست وجبت الشهادة، لكن مشيت شفت الشغف بتاعك وين وابدعت فيه، وان شاء الله باذن الله حتنجح. يديك العافية. طبعا يا جماعة بالمناسبة عمر اخونا الباشمهندس عمر دوني ده واحد من او اقدم يعني الاقدم مصمم في المبادره. فديل يا جماعه ناس عمر دوني ديل الشباب اللي تبرعوا بجروش التخرج بتاعتهم، بدل يمشي يعملوا بيها حفله وغنى ورقيص وكده بتاع التخرج من الجامعه، مشوا حفروا بيها بير، والبير بتشتغل بالطاقه الشمسيه يعني. فكان مستضيف دكتور انور قبل يومين، فممكن ترجعوا لللايف بتاعهم. فما شاء الله شباب مبدعين يعني. يديك العافية حسن، وحارجع لك بعد شوية. طيب يا جماعة أي زول جاهز بس يرفع علينا يده، تمام، عشان لحد ما نشوف الناشر. طيب في الوقت ده أنا ممكن أدخل صهيب حمزة، باشمهندس صهيب ممكن تعمل أم ميوت لو سامعنا. لا دكتور معاك. ايوه اتفضل يا صهيب، عرفنا عن نفسك ومرحبا. الله يديك العافية يا دكتور. انت قاعد تقول باش مهندس كتير، حقيقة انا طبيب صيدلاني. طب صح فعلا، انت انا مش عارف ملخبط لانه في واحد عارف. معلش دكتور صهيب اتفضل. ما في مشكلة، الله يديك العافية يا دكتور. انا صهيب حمزة طبيب صيدلاني، تخرجت 2019. بدايتي مع التصميم، انا ما بعتبر روحي او ممارس بقدر ما انا هاوي او ماخذ الموضوع في شكل هوايه، ما كده ماخذ الموضوع في شكل هوايه وتطوع في نفس الوقت، لانه الحكايه بدات في 2013. بدات بالصدفه صراحه، يعني لقيت لينك بمعنى ان او بوست وحقيقة كان عن الفوتوشوب والديزايننج وكده، فنزلت البرنامج وبديت اطبس فيه براي، يعني حتى ما فتشت زول يعلمني او حاجه يعمل كده، فبديت اطبس براي، بديت اعمل بوسترات حبه حبه. فاول بوستر عملته كان لمنظمه، منظمه اسمها لنا الغد او فيوتشر فور اس، يعني واحده من المنظمات اللي تركت في ناسر كبير صراحه، وهي دخلتني للعالم بتاع التصاميم وكده. فاشتغلت لهم شغل كتير بتاع بوسترات، ومن المنظمه دي ذاتها تعرفت على شباب كتار في منظمات تانية، بقيت بشتغل لهم البوسترات. بعد ذاك دخلت الجامعه، برضو اشتغلت في الرابطة بتاعت الطلاب في الجامعة والجمعيات الطلابية. أغلب الشغل بيكون شغل بتاع ميديا عموما، ما هو تصميم بس، بيكون شغل بتاع ميديا كامل، ابتداء من البروموشن حق الايفنتس، بنشتغل لها بروموشن، سوشيال ميديا ديزايننج وماركتينج، فالتصميم جزء بس كان بسيط من شغلي يعني. الموضوع مشى معاي كويس، ما فكرت صراحة أشتغل فيه بيزنس، كان شغل كله تطوع لغاية اللحظة. واحدة من النقلات الكبيرة برضو كان لما شاركت في مؤتمر اتحاد طلاب الصيدلة العالمي، كان في تايوان هو في 2017،
في السنة اللي بعدها قدمت لمكتب الإعلام في اتحاد طلاب الصيدلة العالمي إقليم شرق المتوسط، فهي كان بتكون انتخابات، فدخلت الانتخابات وفزت بالمنصب اللي هو كنت مسؤول التواصل الإعلامي في إقليم شرق المتوسط لاتحاد طلاب الصيدلة العالمي. فبرضو صراحة كانت تجربة جميلة جدا، لأنه كنت بتعامل مع طلاب صيدلة من جميع أنحاء العالم يعني. فالتجربة ذاته بتاعت إنك تتعامل مع ناس تانيين من دول تانية ومن ثقافات مختلفة، دي بتعلم الزول حاجات جديدة وبتنمي فيه مهارات يعني. الدورة كانت سنة واحدة، انتهت 2019، وعملت منها علاقات كويسة جدا. وصراحة مريت برضو بالصدفة في الجروب الجميل اللي احنا فيه ده، الفضل ليك يا دكتور ولكل الشباب اللي معاك. فقلت انا لازم اضيف فيه حاجة يعني، واخليهم يستفيدوا شوية من الخبرات بتاعتي. فهو انا الليلة معكم بجاي، ما اقدر اطول عليكم، اشكركم كثير على الفرصة دي يا دكتور. الله يديك العافية يا دكتور، يعني أنا والله سعيد جدا أسمع القصة بتاعتك الملهمة دي، فيعني سبحان الله. بس قبل ما تمشي، أنت ليه ما داري تعمل الحاجة دي بيزنس، أو يعني تشتغل فيها كبيزنس يا صاحبي؟ صاحبي صهيب شكله طيب يا جماعة، لو في أي واحد من الشباب جاهز، لأنه في ناس داخلين بس باسم جهاز، فالاسم ما ظاهر يعني، مثلا زي اتش بي أنا ما عرفت ضمنه. فأي واحد يا شباب جاهز يتكلم. طيب أنا قبل ما أمشي لزول تاني، أنا داير طيب أوكي أعمل لك كم ميوت يا صهيب، تفضل يا صهيب. اي في الحقيقه سؤالك جميل والله صراحه، انه انا ما فكرت اعمل بيزنس ليه صراحه. انا مركز مع المجال العلمي بتاعي اكثر من انه انا اقلب التصميم ذاته لمهنه، عشان ما اقوم اضيع كمان في نص الطريق. ممتاز، يعني انت بس خدت التصميم كهوايه يعني؟ بالضبط كده، هوايه وتطور. طبعا ما شاء الله يعني ده انا بحسبه تواضع منك، لكن يعني صحيح ده انا يعني في عمل لي كم بوستر كده يعني، ما شاء الله يعني شغل والله جميل، وشغل يعني راجل فنان، فربنا يوفقك في المجال بتاع الصيدله وتكبر فيه، وكمان الـ 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 الشغف بتاعك في الديزاين ده برضه يتواصل يعني. الله يديك العافيه. يديك العافيه. حبيبنا باشمهندس حيدر ده طبعا ابو المبادرات وكده يعني، فاتفضل. سلامات يا دكتور، كيف الحال؟ الله يديك العافيه. مساءات الخير والبركة يا أخواننا. نحن طبعا ما خاشين خلط، لكن قلنا نشارك الشباب ده. أنا مهندس برمجيات، يعني صراحة نحن ما في التصميم، لكن نحن بس نشارك فرحة الشباب ده، ونقدر كمان نعرف إنه شنو الحاجات جواهم. زي ما ذكر أخونا صهيب أو دكتور صهيب، كثير من الناس إنه بيكونوا هم بيدرسوا مجال، وفي نفس الوقت يعني بيكونوا عندهم شغف تاني، فحاولوا انه يطوروا الشغف وما تخلوه برضو يعني تكنسلوا الشغف بناء على شغلكم العلمي او دراستكم من الناحيه الاكاديميه فقط يعني. كثير من الناس اللي بيكونوا هم جرافيكس او الناس اللي بيكونوا مبرمجين، طبعا القصه دي انا ما اعرف يعني هل هي بتجي بس صدفه ولا اصلا معمود سابق، لانه كثير من الناس المبرمجين في العالم بتلقاهم انهم ما درسوا البرمجه، أخذوه كهواية. أنا طبعاً بتكلم عن البرمجة لأنه أنا ده تخصصي وشغلي، فأعفو لي عن المصممين. فكثير برضو من الجرافيكس بياخذوا الفكرة كهواية يعني، فيه ألوان بصرية وفيه حاجات كثيرة بيشوفوا من ناحية إبداع وفن وكده يعني. فما يمنع إنك أنت تقرأ طب وبالمقابل إنك تكون جرافيك ديزاين. عموماً المجال واسع، وأي زول يعني بدأ فيه وإن شاء الله بيتوفق وبيعمل شغل جميل جداً. وخلوا الناس اللي قدامكم ديل كمان برضو بس يعني مجرد انه ناس بدوا ليكم الخطوات، وانتم ابقوا افضل منهم، واصنعوا ليكم ابداع خاص بيكم، واكيد يعني انتم قادرين انكم تصنعوا الابداع الخاص والخارق بيكم. شكرا لكم. يديك العافيه يا باشمهندس حيدر يا اخي، تسلم كثير على المداخله الجميله. طيب انا قبل ما انا دار ارجع لي حسن الشغل بتاع الجرافيك ديزاين ده طبعا، او الشغل بتاع التصميم ده محتاج ل
اللي هي لتطبيقات ومحتاج لبرامج. الحاجة دي في السودان يعني تخليه بيدعانوا من الموضوع ده، بيتحلوا الإشكالية دي كيف؟ طيب بالنسبة للبرامج اللي بنشتغل بها في الجرافيك ديزاين عموما، كلامك صحيح، معظم برامج أدوبي عبارة عن برامج يعني مدفوعة، يعني أنت بتنزل البرنامج بيدوك شهر مجانية، بعد الشهر لازم تدفع عشان تدفع اسمه هنا، عشان لازم تدفع عشان البرنامج يشتغل لك لسنة قدام، أو اشتراك سنوي أو اشتراك لأكثر من سنة. فالحاجة اللي كنا نعاني منه في فترة فاتت، لكن تبحث عن يعني كراكات تكرر البرنامج. أنا ما أعرف الحاجة دي قانونية ولا ما قانونية هنا في السودان عموما، لكن الفترة فاتت أنت حتى لو دار تدفع أكيد حيواجهك صعوبة عشان تدفع، لأنه بتدفع كيف؟ زي ما عارفين إنه السودان كان يعني محظور وممنوع من حياة كثير، يعني عشان تدفع لبرنامج يكون قروج معك في يدك لكن ما تعرف الطريقة اللي حتدفع أبوه، فده كان سبب من الصعوبات اللي بيواجهنا كثير. الحاجة الثانية برضو يعني في بعض المصممين الكبار الناس العابرين ما شاء الله يعني عندهم دروس اللي هو دروس يعني بتقدم كثيرة برضو بقروش، عشان يعني تحضر دروس لازم تدفع. يعني مثلا على سبيل المثال في مصمم اسمه نور حمصي، مصمم سوري لكن عايش في ألمانيا، يعني تقريبا معظم المصممين هنا بيعرفوها، دين ده دروس في قناته في اليوتيوب، دروس متاحة للجميع، لكن عشان تكون يعني زول بروفيشنال عالي جدا من مستويات عالي جدا برضه لازم تدفع عشان تحضر دروسه. وده برضه من الحاجات اللي بيواجهنا او المشاكل اللي بيواجهنا، انه كيف تقدر تدفع لزول عشان تحضر الدروس. فنتمنى انه مع التغيير الجديد ده انه يكون في البنوك يتعامل معنا في عامل حسابات، ونقدر ندفع عن طريق برامج الدفع العالميه المعروفه، وتقدر تحضر دروس وتقدر تنزل برامج. لكن الحمد لله انه الفتره فاتت البرامج اللي هو بتنقص، ابحث عن التراك في التريكا برغم انه ما اعرف قانونيا حكمه شنو وكذا، لكن الطريقه الوحيده اللي كان قدامنا يعني كنا مضطرين بنعمل الكلام ده. الحمد لله يعني نزلنا البرامج واشتغلنا وتدربنا فيه. فهي بعض البرامج حتى البرامج بتاع ادوبي عندها بعض الاضافات برضو عشان تضيفها، برضو لازم تنزل بعض الاضافات في البرنامج وتشتغل فيه. لكن الحاجه اللي كان متوفر قدامنا احنا يعني تخلينا الحمد لله وقدرنا نواصل في المجله وما يعثنا. نتمنى انه اللي قدام العالم يفتح لنا اكثر عشان نشوف مصممين عالميا على مستوى السودان. يعني السودان هنا ما شاء الله في مصممين يعني تقدر تشوفهم انه يوم من الايام حيكونوا من الناس العالميين، يعني زي ما ذكرت قبل شوي عمر دوني ده الحاجه اللي عجبني فوق انه من المصممين السودانيين اللي بدوا ينشوا محتوى في اليوتيوب انه يعلموا السودانيين الدخول للعالم الجرافيك ديزاين والتصميم عموما. معظم القنوات التصميم تلقاو يعني قنوات مصريه، يعني اغلبها طبعا بتكون مصريه، وفي مصممين برضو بتعاونوا من بعض الدول. فالحركه اللي عملها عمر دوني برضو حركه شجاعه وحركه يعني حاجه ظريفه جدا منه. فده بالملخص المفيد لسؤالك. يعني يديك العافية. أنا والله كنت دار سبحان الله كنت دار أزلك من السؤال ده بتاع إنه أنتوا ليه ما عندكم ليه أنتوا نحن كسودانيين ليه المحتوى بتاعنا يكاد يكون معدوم في 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 في, في حاجات كثيرة ومن ضمنها الجرافيك ديزاين. فأنا حامشي لصهيب برضو عشان يجي يضيف لنا إضافة في الموضوع ده، إنه نحن ليه ما بنعمل دورات صغيرة ونخطها في اليوتيوب بقدر إمكانياتنا، لأنه ما شاء الله أنا شفت شغلكم فما شاء الله يعني متمكنين، يعني كلكم يعني الشباب لسه بيتفاعلوا في جروب ود الإمام ودكتور صهيب ومحمد داود، ويعني وفي دعاء وترتيل لكن لسه ما جو. فما شاء الله يعني شغلكم جميل جدا جدا. طيب الشغل ده اللي بيمنع شنو انتوا تقدموه كدورات يعني؟ فصهيب دكتور صهيب معليش يا دكتور بس ما سمعتك قلت شنو. طيب السؤال انه مثلا عندنا باشمهندس اخونا باشمهندس عمر دوني بدا يعمل في اليوتيوب يدرب الناس انه كيف يشتغلوا الديزاين وكده يعني تمام، اللي هو الجرافيك ديزاين. انتوا الحاجه دي ليه؟ لانه ما شاء الله شغلكم ممتاز جدا جدا، يعني انا شفت الشغل بتاعكم يعني الكواليتي بتاعته ما حاجه عاديه.
ليه الحاجه دي ما تبدوا انتوا تدربوا الناس عليها يعني بحاجات بسيطه بسيطه؟ يعني هسه انا يعني عندي يعني البكالوريوس بتاعي في هندسه كمبيوتر، لكن الديزاين ده ما بعرف ليه يعني، والله مع انه نزلته يعني نزلته هنا الفوتوشوب وكله نزلته وخشيت في يوتيوب، لكن غلبني صراحه. فانتوا ليه ما بتحاولوا تعملوا الحاجه دي في فيديوهات صغيره وبلغتنا ونحن نقدر نستفيد منها يعني؟ والله الحقيقة هي فكرة جميلة جدا، واتعملت قبل كده مبادرة تقريبا اسمها تقريبا مبادرة المصممين السودانيين أو حاجة بالشكل زي ده، لكن ما لقت التشجيع الكفاية ولا لقت القبول من الناس. فممكن احنا نقعد هسه مع الشباب ونطلع انيشيتيف جديدة، يعني احنا قدام في الموضوع ده ما عندنا أي مشكلة. نعم اوكي تمام. طيب يا جماعة نحن هنمشي ترتيل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ ياسين الله يديك العافيه، تفضلي. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. والشباب كلكم مساء الخير. اعرفكم بنفسي، ترتيل محمدين، مهندس معماري او معماري. يعني مبسوطه اني جزء من الاسره بتاعت المصممين مبادرة الباحثين السودانيين. مبسوطة بالانضمام لكم، وإن شاء الله أحدث فرق يعني أكون أأثر وأفيد وأستفيد بإذن الله. الله يديك العافية باش مهندسة. طبعاً باش مهندسة ترتيل دي ما شاء الله من الناس اللي عندنا يعني سريعين جداً جداً، بترسل لها المعلومات دي تحت البوستر كده بعد نص ساعة بترجعوا لك يعني. فالحاجه دي انت طبعا هي ما بعيد الهندسه المعمار يعني زول بيكون عنده الموهبه بتاعته، صح؟ البيزك موجود. نعم. بعدين بيكتمل بالرغبه بتاعت الواحد. فكلنا البرامج بتاعت التصميم ما درسناها في الجامعه مثلا. الجامعه علمتنا انه الواحد كيف يعتمد مثلا على نفسه ومنها ينطلق. ف برامج التصميم، برامج الجرافيك ديزاين، كلها تعلمناها تعليم ذاتي. وبقت متوفرة يعني، الواحد إذا بحث عنها على اليوتيوب بيقدر يتعلم، يعني ما بيشي صعب في الوقت الحالي بالذات يعني. نعم. طيب أنت قاعدة في السودان ولا برا السودان يا درتيل؟ أنا خارج السودان في البحرين. في البحرين. طيب السوفت وير متوفرة يعني؟ طبعا في البحرين بتكون متوفرة، لكن متوفرة جدا. لكن هل يعني مثلا الاسعار بتاعتها بالنسبه لك كزوله مبتدئه في الموضوع ده وكده، هل هي يعني حاجه بتقدري تشتريها ولا؟ كانسان مبتدئ اذا الواحد ما عنده القدره في الكوبي ما يبدا بالاصل، هو ممكن يبدا بالكوبي لغايه ما يعني يوصل مرحله بتاعت انه يشتغل اشغال باي جوب مثلا، بعد ما يطور نفسه شوية بعدين بيقدر يجيب الانكم اللي بيخلوه انه يشتري مثلا الاصل من التطبيق المعين يشتغل عليه. نعم. طيب يدفع على الاصل بتاع التطبيق. يديك العافية. قبل ما نمشي لزول ثاني، انا عايز يعني اشتغلتي الشغل ده كبزنس ولا بس شغاله هواية لحد الان؟ لا، بالنسبة لي هواية. بالنسبة لك هواية، كويس جدا. طيب من ارجع لك ثاني، طبعا في اخونا حبيبنا ود الامام. طبعا ود الامام ده اكثر حاجه انا عجباني فيه انه هو يعني بينتقد النقد البناء، يعني بيقدم يعني بيقول لك مثلا يا اخي اللون ده يا شباب اعملوا كده. فالحاجه دي بالمناسبه دي حاجه جميله جدا لانه كده الناس بيبقى مرجعيه يعني انا لما الشباب دي يعملوا البوستر ويحطوه بكون منتظر انه ود يا ربي ود الامام حيقول شنو الفيدباك بتاع ود الامام شنو. ود الإمام تفضل. السلام عليكم شباب، كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. حياكم الله، مساكم الله بالخير. أول سعيد جدا 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 إني أكون من الكوكب النيرة دي، وزي ما قالوا الواحد فرحان شديد. يعني كل ما تلقى ناس جديدة أو تتعرف على ناس جديدة كويس تكتسب منهم خبرات، بتقوي روحك في بعض النقاط، بتعرف نقاط ضعفك وبتنطلق للأمام. يعني زي ما بقولوا الزول بيساعد أخوه أو الزول بينسند بصاحبه. في البداية عاوز أعرف عن نفسي، أنا أحمد الإمام محمد،
طالب طب المستوى الخامس جامعة المرونة الإسلامية، إن شاء الله خريجين السنة دي يعني. والله بديت فكرة التصميم، كنت الأمين الإعلامي لمجتمع طلاب كلية الطب جامعة المرونة الإسلامية في العام 2017. فأنا كنت الأمين الإعلامي، لكن ما عندي إعلام، يعني ما عندي إلمام بمجال التصميم. ومن ضمن البروتوكولز اللي كانوا بيشتغلوا بها في المكتب الإعلامي اللي هو إنه يكون في تصاميم أو بوسترات تترفع مع كل إيفنت بيحصل في المجتمع يعني. فكان الدافع إني أنا أتعلم الحاجة دي، إنه ما في زول، ما في جرافيك ديزاينر بيشتغل لي الحاجة دي. فزي ما قالوا الحاجة أم الاختراع، فقلت يا أخي أنا ليه بعد ما أنا أفتش للناس وما ألقى زول، أنا ما براي أقوم أتعلم الحاجة دي وحاول إني أعمل حاجة حبة حبة لحد ما أتطور لقدام. فبدأت كان بتذكر نزلت الفوتوشوب، لكن ما عرفت أشتغله كيف ولا كده. فقلت يا أخي أصلا ما في اليوتيوب ده أصلا متوفر فيه أي حاجة، كده نخش نشوف الحاصل شنو. خشيت بس كتبتها مثلا فوتوشوب tutorials for beginners أو مثلا فوتوشوب interface اللي هو بس عشان أتعرف على الواجهة تحت البرنامج وكده. المهم كان جاتني كم خيارات، من ضمنها زي ما ذكر أخونا حمص، أخونا حسن، إنه دكتور نور الحمصي المصمم السوري كان من ضمن الخيارات، وكان يعني ده أنا أول زول يعني زي أقول حضرت له. فكان بس بالصدفة كده في اليوتيوب لقيتني القناة بتاعته وخشيت، فكان بيشرح الفوتوشوب للبيجينر، فأنا بدأت بالحاجة دي وتعلمت كيف إنه أعرف التصاميم، أعرف الواجهة بتاعت البرنامج وكيف أتعامل مع التولز. بعد ده قلت يا أخي أي أنا عندي كل الأدوات، بعد ده أنا كيف تجنريت الأيديز أو كيف أنا أكون أفكار. فبحثت برضه يعني السؤال ده، طبعاً أنا ما عندي إلمام عن الموضوع، حتى ما عندي إلمام عن إنه ده أصلاً ده جزء من الهندسة أو جزء من الهندسة اسمه الجرافيك ديزاين، حاجة كبيرة كده وجوه عنده أقسام كتير، حاجة أدني ما عرفتها إلا باي تايم يعني. فمن البداية بس كنت معارف إنه المصمم ده بس بخش الفوتوشوب بخد صورة بيعلق بيكتب عليها كتابة وبينشر على كده يعني، ما كنت متخيل إنه ده بحر عديل يعني. وخشيت الحمد لله يعني توفقت، فبدأت يعني بعمل بوسترات كده. هسه طبعا لما نرجع للبافلو للحاجات اللي عملتها وانا من زمان وكيف كنت يعني بيجينر، فبحس انه في حتى الواحد كيف من روح يعني. فالحمد لله ربنا وفقني ومشيت شويه شويه، بديت اني اصمم للمكتب. فالتصاميم كانت يعني شبه مقبوله، يعني شبه مقبولة، ما هي الشينة زي ما بقول ولا هي البروفيشنال ولا يعني متوسطة كده، فكانت حاجة يعني مقبولة كده. المهم والحاجة اللي شجعتني أكثر يعني المكتب اللي كنت شغال معه، يعني المجتمع الطلاب التيم اللي كنا شغالين كانوا بشجعوني شديد، يعد الإمام شغلك جميل، يعد الإمام شغلك تمام، واصل أمشي لقدام إن شاء الله حتبقى زول عابر لقدام. فالحاجة دي شجعتني شديد يعني، خلتني أمشي أحفر أحفر. لكن الحاجة دي أثرت على المستوى الأكاديمي بتاعي. في السنة دي أنا كنت يعني زي ما قالوا أنا الزول شغوف يعني، فالحاجة لما أنا أبدأ كده بنغمس فيها كلها يعني، بنسى أي حاجة يعني. مثلا بديت البنداح زي ما قالوا. المهم يعني أثر على المستوى الأكاديمي بتاعي، وكان في خلل بسيط كده، لكن الحمد لله قدرت أدارك الموضوع. فبقيت تاني بحاول أرتب زمني كويس، بأخذ زمن معين في اليوم مثلا ده لشغل التصميم ولمثلا لو دار أعرف حاجة جديدة، دار أتعلم حاجة جديدة، من ده بس هكون مخصص للحاجة دي، باقي الزمن هيكون تاني لدراستي. فالحاجة دي ما شاء الله الحمد لله مشتني كويس. فتاني جاتني خاطرة إنه أنا بعد ده ممكن أنا أبدأ الشغل ده كأونلاين كمثلا كبيزنس، سواء كان أونلاين أو أون أوفيس. فقلت يا أخي أنا لسه ما يعني ما بروفيشنال، المفروض أنا أشتغل على روحي أكثر. فبقيت أشتغل على روحي أكثر وأحضر دورات كاملة. فكان بديت للمصمم المصري مصطفى مكرم ومحمد خيال، والمهم المصممين المصريين ديل يعني دكتور محمد شلتوت، الناس ديل ما شاء الله عابرين شديد وعندهم يعني
عندهم تيتوريالز وعندهم كورسز في اليوتيوب, يعني كورسات كده جميلة جدا, والكورسات الأفضل والأجمل ويكون باي ديتيلز موجودة في المنصات التعليمية زي يوديمي كورسيرا كده, يكون عندهم كورسات معينة. فلما انت مثلا تحضر التيتوريال بتاعه في اليوتيوب او تحضر زي ما بقول البرومو بتاعه في اليوتيوب, بيقوم بيقول لك انا يا اخي عندي عشان تحضر الدورة كلها امشي مثلا يوديمي, انا عامل لكم كوبون معين فوق خصم للدورة. مثلا لو الدورة كانت ب مثلا $40 او $50, انت مثلا بالكوبون ده بتكون لك اقل, يعني اذا بالغ بيكون 20 كده, يعني فيكون فيها تخفيض يعني الكوبون. المهم فانا قلت يا اخي انا ما اشوف لي طريقه تاني, فبتذكر كان لقيت اعلان في الفيسبوك, ما عارف كان شنو, ما عارف حقيبه المصمم وكده, فقلت يا اخي انا دي دي دي, دي نقطه التحول عندي. انا كان اشتريت الحقيبه دي بتذكر كان ب 300 جنيه, انا كان اشتريت الحقيبه اسف قد 1000 ونص تقريبا كان اشتريت الحقيبه دي انا ممكن من خلالها القى الدورات اللي انا بفتش لها في النت وما بلقاها, او حتى لو لقيتها بلقاها مدفوعه كويس. فبديت اشتريت الحاجه دي وبديت عليها, يعني لقيت فيها دورات كثيره ما شاء الله, ولمعظم الاقسام بتاعت التصميم او لمعظم اقسام الجرافيك ديزاين اللي هي الويب ديزاين, والمهم باقي الاقسام مثلا البراندنج, سوشيال ميديا ديزاين, حاجات دي. فبقيت بتعلم, قلت يا اخي انا عشان ما اكون عايز, طبعا في كام تيتوريال كده بوريني الاقسام كلها كيف وكل واحد بيختص بشنو وكده, فانا حبيت المجال بتاع البراندنج. وطبعا المجال البراندنج زي ما بقوله متوسع شويه, ممكن يشمل السوشيال ميديا ديزاين. طيب يا دكتور بس معلش انا حوقفك هنا, حاجيك راجع للبراندنج دي. طبعا يا جماعه الدكتور ود الامام يعني لخص لكم بالذات للناس المبتدئين والعايزين يمشوا في الجرافيك ديزاين, فقال لكم اليوتيوب وقال لكم يودومي وقال لكم كورسيرا. بالمناسبه كورسيرا للسودانيين بتديكم كورسات مجانيه, يعني بتديكم شهادات كامله مجانيه, لكن طيب عندهم طريقه معينه تقدم بها الابلكيشن بتاعه. انا شخصيا ما عندي مانع لو اي زول داير يقدم لكورسيرا وداير يدوه منحه فيتواصل معي ان شاء الله, انا بوريه يعمل في الابلكيشن شنو باذن الله ياخذ المنحه. طيب قبل ما ارجع لود الامام, انا عايز عثمان ادم معانا, تفضل عرفنا بنفسك عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم شباب, مساء الخير عليكم, مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله يكون زمن مبارك علينا وعليكم كده ان شاء الله. انا عثمان ادم عثمان بدرس بجامعة الزعيم الازهري المستوى الاخير تقنية معلومات. اول حاجه بشكر الدكتور ياسين حسن على هذا اللقاء الجميل النير, وبشكر مدير المصممين عمر دوني ومؤسس المبادره الدكتور عمر تبع الله. ان شاء الله يكون ضافة حقيقية, ان شاء الله حنكون ضافة حقيقية للجروب. في البدايه عايز اديكم نبذه عن البرنامج بتاع التصميم عن طريق البدايه. ف انا بديت التصميم قبل 3 سنوات, كنت بتعلم من زول مصمم, فكنت اقول له ما قاعد اعاين شوفه بصمم كيف, كنت بعاين عن طريق التصميم تختبس منه خبره وكده. في يوم قلت له دينا انا زايد اصمم معك بوسترات, قاعد يصمم بوسترات, فقال لها جرب. في اول من البدايه عملت التصميم فعجبه شديد, قال لي تعال صمم معي اشتغل معي وكده. الزول كان عنده شركه بتاع الدعايه. نعم التصميم كان في شنو كان؟ الحمد لله اشتغلت معه كم شغل عاد عملت لي في لانزر. كان بيشتغل بوسترات وبزنس كارد. اوكي. صميم لوجو. اوكي. نعم. فكان تفضل. ايوه. تفضل واصل. ايوه. فعملت اشتغلت وانت عملت شغل براي خاص.
فاشتغلت كثير مع المنظمات، كنت بشتغل منظمات بصمم بوسترات، والحمد لله حاليا. طيب نصيحتك شنو للزول الداري الداري يخش المجال ده؟ والله مجال طريف شديد يعني، ومجال سهل، تعليمه سهل يعني، انت بس بيعتمد على البصره بتاعتك يعني، انت عندك نظره كويسه بالتصميم، عندك زي ما يقولوا رؤيه يعني، التصميم عايز عندك نظره يعني، تعاين للبوستر كده بعرف انه الالوان متناسقه ما متناسقه، هل متناسق مع الزول بيقرا البوستر تعرف عليه كده. فبنصحك تابع على الفيديوهات في اليوتيوب يعني، زي ما بقوله نعم يا ما خلي اي حاجه، نعم. عايز تتعلم تتعلمه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس، يديك العافيه، حنرجع لك ثاني. طيب باشمهندس درتيل، التصميم عايز موهبه ولا عايز يعني علم؟ استاذ ياسين مرحبا من ثاني. التصميم محتاج تغذية بصرية. يعني شنو تغذية بصرية؟ محتاج يعني الواحد يشوف، يربط يعني، يعمل ترابط بين المعطيات اللي عنده، تمام، ومع الممارسة بيلقى نفسه طلع بحاجة. يعني في قاعدة بتقول إنه المحاولة لا تساوي الصفر. طب أنت إذا عندك معطيات أو بيزك، جربت مرة مرتين ثلاثة فشلت، المرة الرابعة مؤكد إنك ما حتفشل، يعني ولو بواحد في المية مهما كانت يعني الأخطاء اللي عندك، مهما كان كل شيء يعني مستحيل إنك تفشل. فبس محتاج بيزك اللي هو الدراسات الأساسية اللي هي أساس النتاج، خبرة سنوات بالنسبة لناس جربت وشافت ودرست، فبس البيزك والتغذية البصرية، والإنسان ممكن يطلع بحاجة. نعم يديك العافية. طيب أنا شايف قبل ما نرجع لأخونا محمد داود، شايف عبد الإمام رافع يده، اتفضل يا عبد الإمام. السلام عليكم. معليش حبيت أوضح نقطة معينة بخصوص الفيجوال فيدينج أو التغذية البصرية. التغذية البصرية يا أخواننا هي إنك إنت طبعاً زي ما قالت باشمهندس ترتيل، إنه الزول بيكون عارف البيزك، أهم حاجة إنت تكون عارف البيزك. التغذية البصرية في إنك إنت تشوف تصاميم بتاعت مصممين تانين، يعني مثلاً إنت عايز تحاول، عايز مثلاً نضرب مثال يعني عشان الموضوع يوضح. إنت نعم. مثلاً عاوز تصمم بوستر، فإنت بتخش النت أو أي موقع من المواقع بتاعت الديزاين، وأهم موقع بتاع التغذية البصرية اللي هو البيهانس، بعد ذاك بنترست، بعد ذاك 99 ديزاين، بعد ذاك اللهم صل على سيدنا محمد دريبل، بعد ذاك فريبيك. المهم يعني دي المواقع اللي انت بتعمل منها تغذية بصرية. التغذية البصرية عموما انك انت تشوف حاجة عملها زول قدامك في نفس الحاجة اللي انت دار تعملها. يعني انا دار اعمل بوستر، بشوف بوسترات تانية مثلا، بكتب بوستر ديزاين في المواقع اللي انا ذكرتهم دي، فبقوم بيجيب لك خيارات كثيرة. انت اذا كنت مبتدئ عشان انت تتعلم تعمل التولز بتاعتك او كده. الصوت معلش يا عبد الامام، الصوت اختفى. يلا معلش اخوانا، قلت انه عشان انت تعرف التولز او تعرف كيف تستخدم التولز دي لو انت كنت اصلا بيجينر، لكن لو كان عندك المام بكيف تستخدم التولز، فالحاجه دي بتكون لك يعني زي تغذيه بصريه. انت بتعرف الناس بتفكر كيف، الناس بتعمل التصاميم الجميلة دي بهذه الطريقة زي ما قالت الباشمهندسة. فأنت بتحاول تقلد، تمام، أول مرة تحاول تقلد عشان أنت تكتسب خبرة أكثر أو تقدر تعمل براكتس على الشغل بتاعك. فبعدينك ثاني شوية شوية تحاول تعمل أفكار من عندك، يعني تجمع فكرتين ثلاثة مع بعض، تجمع ثلاثة أفكار تطلع منهم فكرة واحدة كويس، بعدك تطلع بشنو، تطلع بحاجة جميلة.
فدي دي الفائده بتاعت التغذيه البصريه. في حاجات ثانيه الواحد ممكن يستفيد منها اكثر، ف يعني ده التعليق بتاعي في النقطه دي. يعطيك العافيه، وضحت لي انا شخصيا، وضحت لي الصوره بتاعت التغذيه البشريه، التغذيه البصريه يعني. يعطيك العافيه دكتور. طيب قبل ما نمشي لاخونا احمد داود، انا عايز محمد داود يخش ويعرفنا عن نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه لو سامعني كويس. الو الو ايوه سامعني تمام؟ سامعينك، لكن في ضوضاء كده ما اعرف انا رسمي. دقيقة واحدة. اوكي تمام. عايزين ايوه احمد داود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. السلام عليكم على جميع المبدعين في الباحثين السودانيين العاملين خلف الكواليس. يعني بجد يا جماعه انا مبسوط جدا لانه انا سد الامام ترتيب بكل يعني اسمائهم بدون ذكر اسماء، يعني كل الكوكب النيره نازل يا جماعه في اي محاضره اي اجتماع اي حاجه هم بيعملوا خلف الكواليس، يعني مجهوداتهم في اي حته قاعده. يعني لو شفت اي بوست قاعد في الجروب هم ما هم بس، يعني انا بتكلم اي زول قدم حاجه يعني خلف الكواليس يا جماعه الله يستاهل شكر اكثر من الزول اللي بيشتغل يعني ظاهر للناس. لانه صراحه المجهود بتاعه كبير جدا، وما في زول بيكون حاسس بالسهر بتاعه او المجهود اللي عمله. فشكرا لكم شديد، انا يعني شاكر لكم ومقدر، وبالذات يعني انا انزل كثير لكم مش ازيله هي يعني زي استفسارات. احنا طبعا عارفين الديزاينر في بيئه لازم تكون جاهزه لهم، احنا عارفين البيئه دي في ماتيريال في يعني الكلر. يعني انا قبل شويه بحاول قبل الامتحان لو لاحظت لي كنت بحاول اجيب لي صور اخدها في الباك جراوند عشان اجيب لي صوره كده يعني توري الحياه اللي اقولها. لا هنا عارفين الديزاينر يعني ينيد انه شنو بيئه مناسبه. اوكي السوفت وير محتاج شديد زي برضه محتاج يعني ميديا ثانيه، يعني ماتيريال ريسورس، يعني نقدر التغذية البصرية اللي ممكن تكون فقط تشوف حاجة أونلاين أنت برضو محتاج لك تكون يعني أنا ما أعرف أقول شنو، لكن في كورسات لازم تكون مثلا أنك أنت مثلا ماشي إذا تعمل تصميم مثلا ل مثلا ترتيل معمارية تعمل تغذية معمارية أنت محتاج تمشي يعني فيو يعني سياحة كده لمناطق اللي ماشي تعملها حاجة كثير جدا. فالحاجة دي إحنا في السودان مهملين الجانب النفسي، يعني التغذيه البصريه دي انا شايف برضو محتاج يعني ما اعرف اقول شنو. قبل فتره كده استضفنا فنان اصيل على ما اعتقد اصيل فكان ايوه اصيل دياب، هي كان يعني اي ثينك هي ديزاينر من نوع مختلف ترسم الجداريات. فاحنا بنتكلم في ماتيريال، يعني كان اصيل كان بيتكلم انه في ماتيريال انت ممكن تشتغل يعني مثلا حسي ود الامام معلش مثال بس ود الامام اسمك ما ك يعني انت مثلا ود الامام مثلا عشان يعمل الحاجه دي بيعملها في اسبوعين لانه في بيئه وفي ريسورس ما متوفر له تمام. فلكن مثلا يعني كان انا بس مثال يعني اصيل قالت في نوع معين من البخاخ لو استخدمته بترسم الرسمه في ساعتين في ساعه في يوم كده بتنتهي منها، لكن لو استخدمت ماتيريال عاديه قال عشان تعمل بس الطليه الاولى دايره تاخذ يوم الطليه الثانيه تاخذ يومين، فبتلقى في ويتين ومثلا ويست تايم وزمن ضايع ومجهود كبير جدا ضايع. فانا ما اعرف طبعا الان احنا يعني شايف معظم الناس ما شاء الله تبارك الله بدوها برغبه ما بدوها بتخصص او يعني يعني الرغبه جات بعد ما يعني في ناس منكم جو في مكانه لقوا نفسهم محتاجين لها، في بعض الاخر شاف يعني زول قدوه له او زول صديقه فمشى. في كيسات مشت، لكن احنا يعني زي ما ذكرت الدكتور ياسين رايكم شنو انتوا الان تتبنوا مبادره او مش انتوا او كل الناس اللي بيستمعوا لنا في مبادره تطلع انه الديزاينر ده يكون حياه يعني احنا ما الابداع ده يعني انا بقول شايفه بيكون في ناس مبدعين بالفطره، احنا نشوف الناس مبدعين من الاساس الثانوي في مبادره تطلع يعني في ونشوف الريسورس المحتاجين شنو في السودان ونشوف يعني في يعني يكون في حياه ريسيرش تكون. يعني انا شايف الديزاينر يعني انتوا كمجهودكم كبير جدا واحنا مستفيدين منه شديد جدا، لكن احنا دايرين انتوا تتطوروا والبلد تتطور من خلالكم.
فلا يعني انا بقترح انه يتم اليه لعمل ريسيرشر ريسيرش في الفيلد بتاع الديزاينر كيف يتم تنميته في دوله السودان بالشكل الخاص، والناس اللي برا السودان ممكن يساعدوا شنو في توفير شنو للداخل السودان. نعم. ف يعني الناس برضه ده من لغاية طبعا تفاكري، فانا بس بقترح انه الحاجه دي انا شايف انه في مشاكل في الريسورس، الريسورس ما جاست سوفت وير، السوفت وير لا، في ريسورس كثير جدا محتاجينها، في ورش مفروض تتعامل يعني الناس تحاول قدر الامكان ورش يعني اشياء كثير جدا. نعم. دي بس كان نقطه. يديك العافيه يا باشمهندس، نحن حنرجع للكلام بتاعك ده وشكله، ودى الامام عنده تعقيب، لكن انا حرجع بس اخونا محمد داوود يعرفنا عن نفسه بعد ذاك نخش على ود الامام. اتفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش بس الشبكه بس عندي كاب شويه. لا كده تمام يا سامي. الله يديك العافيه، كلكم كويسين؟ الحمد لله. الله يخليك. اولا يعني انا بشكرك يعني شكرا استاذ ياسين على الفرصه الجميله اللي انت منحت لنا دي، ونكون يعني واحد يعني نتعرف على الشباب المبدعين ولا يعني كلهم فيهم يعني ناس مبدعين وفي ناس لسه مبتدئين، بس كلهم يعني دايرين يعني يطوروا من نفسهم ويشوفوا حاجات يعني يغيروا المجال والكلام ده كله. فانا بشكرك شكر خاص على الموضوع ده يعني شديد يعني. الله يبارك. طبعا بشكر على 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 شكرا لود الامام و أنا ما سامع الصوت اختفى. طيب ود الإمام خش لحد ما محمد يرجع. تفضل دكتور ود الإمام، تفضل. شباب كيفكم؟ شكله محمد داود الشبكة شوية كده الصوت ما سمعنا كثير، لكن أتمنى نجيب تاني إن شاء الله. لكن عاوز أنبه عليه أو عاوز أعلق على نقطة معينة. تفضل. اللي هي الريسورس يا أخوانا، أهم حاجة في الفيلة. طبعاً أنا حاسة جميل إنه معظم الريسورس اللي عندنا عبارة عن ريسورس ما غالونية، يعني كل البرامج اللي نحن بنستخدمها برامج التصميم هي كثيرة جداً جداً، لكن أشهرها برامج شركة أدوبي. في برامج تانية مماثلة أو يعني بتأدي نفس الوظيفة، لكن دي اشتهرت كثير، فالناس بقت تتعامل معها كثير يعني. فالبرامج بتاعت شركة أدوبي معظمها مدفوعة، هم بيدوك يعني حاجة بسموها الفري تريال. فري تريال ده عادة كده بكون 30 يوم، 30 يوم انت بتكون تستخدم البرنامج كفول فيرجن، يعني كنسخة كاملة. بعد الثلاثين يوم بعد ذلك تدفع عشان يدوك أكسس إنك تخش. الطريقة الذكرة برضو أخونا اللي هي الكراك بتاع التطبيقات دي. فالكراك ده عموما كده يعني بيعرض الزول لمساءلة قانونية، يعني أول حاجة بينتقد حقوق الملكية والحقوق بتاعة النشر وكده. المهم يعني زي السرقة يعني. فأنت لو كنت مثلا شايل لابتوبك ماشي في المطارات العالمية دي، فبقوموا بيفتشوا حتى المحتوى بتاع اللابتوب بتاعك، وانس انه لقوا تطبيق واحد مكرر يعني عامل له انت كراك وكده وشغال به وكده فري كويس، انت حيغرموك او يعني زي ما بيقولوا حيشيلوا منك مبلغ مالي اللي هو كغرامه للحاجه اللي انت ارتكبتها دي. وتقريبا كان ذكروا لنا واحد انه تقريبا 5000 دولار ده التعويض. فيعني كنصيحة يعني أنت عاوز تسافر أو لو مثلا مسافر من حتة لحتة، حاول أمسح أي 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 برنامج مكرك في جهازك وأمشي هناك، ممكن تعمل الحاجة دي ثاني يعني ما فرقت، عشان بس تتخطى المرحلة دي. نحن ليه منعمل الكراك أو ليه منلجأ للطرق غير القانونية؟ نحن زي ما عارفين طبعا محظورين اقتصاديا ومحظورين في أي حاجة، حتى في المعاملات الإلكترونية في مع العالم نحن يعني زي ما بيقولوا برا الشبكه يعني، فمحظورين من اي حاجه. اي محل تمشي له يقول لك هذا العنصر غير متوفر في بلدك او كذا، او انت ما عندك اكسس انك تخش الحته الفلانيه. عشان كده دي المشكله الاساسيه اللي بتواجه السودانيين. هي فعلا دي مشكله يعني، دي مشكله أيوة. كبيره جدا. لكن ارسم نتمنى انه خلاص يعني الحظر بدا يترفع شويه شويه، ف
فنتمنى انه الناس يعني تمشي للطرق السليمه، لكن احنا عشان نمشي للطرق السليمه دي في وقت زي ده، لانه السليمه كله تقريبا طلبه يعني، فعشان انتم تمشوا عشان يعني الحاجه تمشي لقدام، نحن لازم نتكاتف مع بعض يعني، لانه مرات انت بتنزل مثلا السوفت وير ممكن زول يستعمله عادي يعني، ما في مشكله يعني. تمام. فطيب شايف محمد داوود جراجع، تفضل. نحن لا نفضل لنا 10 دقائق نحاول انه نختم في الوقت عشان ما ناخذ من وقتكم كثير. ما في مشكله، تفضل يا شباب. والله نبغى نديك كاب شويه. انا قفلت الكاميرا على كل حال. صوت واضح؟ الصوت واضح. نعم. ايوه، عايز زي ما قلت لك يا استاذ ياسين، بشكرك شكر خاص على الاجتماع اللطيف ده، وبشكر الشباب على المشاركه الجميله. يعني هم قصروا مشوار طويل للمبتدئين، لان الحاجات اللي هم ذكروها دي لو حد ما يعني مشى بها يعني هيتوه يعني نفس الوقت، ممكن يجيبوا احباط. لان انا يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت لي نفس الحاجات، يعني ما اهتميت بيها في الاول. قعدت 3 سنين قاعد ياسف وقاعد اعمل خط يمين وشمال وما اعرف انا مشيت وين. كل ده سبب ان انا ما كنت خاطب لغه الظروف ولا كنت خاطب الخطوات امشي عليه. من ناحيه مثلا ما كنت عارف ان الجرافيك ديزاين عامه هو اكثر من كم مجال، يعني ما مجال واحد بس. كده يا باشمهندس، عرفنا بنفسك اول. تمام اوكي، انا جاي بس انا كنت اخلص النقطه دي وهعرفكم عن نفسي. اوكي تمام. كده اشكركم بس عشان هم يعني الموضوع قالوا ما سهل يعني. انا محمد داوود، دارس تجاره اسد جامعة مصر، مصر العربية، مقيم في مصر كمان يعني. البوزيشن بتاعي في الشغل ارت دايركشن، خبرة 9 سنين، بادئ مجال 2011. زي ما قلت لكم يعني كنت كملت الموضوع، يعني هم كسروا الموضوع ده، لان انا اول 3 سنين في المجال ده بالذات ممكن جربت كل حاجة. وزي ما قلت يعني مجال الجرافيك ديزاين ده يمكن اكبر مجالات الموجودة في الشغل، يعني مستوى السوق العمل، لانه بيتكون من فيديو جراف وحاجات كتير شديد، ممكن الشباب يكون عارفين النقطه دي. فلو واحد ما خد النقط الحروف ولا حد هو داير شنو المجال ده او اي مجال، يعني في اكثر من مجالات في الدنيا، في كذا مجال، فانت ما حددتها ما تقدر يعني توصل لهدف معين. يعني انت حتى مثلا لو انت اخترت كذا حاجه ما تقدر تقدم يعني فول برفورمنس في المجال انت دايره. يعني مثلا زي لاعب الكوره، يعني ما يقدر لاعب كوره واحد يلعب في اكثر من مكان في نفس المكان في نفس الوقت. لذلك التحديد النقطه اللي انت داير توصل ده اهم حاجه في اي حاجه، ما شرط بس في مجال الجرافيك بس، اي هدف في حياتك. ف يمكن كنت داير اوضح النقطه دي عشان هم النقطه دي اهم نقطه. يعطيك العافيه يا باشمهندس. طبعا اوكي اتفضل باشمهندس محمد داوود ما شاء الله. يعني انا كنت بتمنى انه الوقت يزعفنا عشان يتكلم لنا عن الشغل اللي عمله والانجازات اللي عمله، فراجل ما شاء الله يعني. اكيد مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. بس معلش يعطيك العافيه. طيب يعطيك العافيه الله يسلمك. نحن عشان الوقت يا جماعه سريع جدا، انا حارجع لعثمان. عثمان، عندنا باشمهندس جعفر بيقول الناس في السودان مفروض تمشي للاوبن سورس اللي هي الـ 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 البرامج المفتوحه. هل الجرافيك ديزاين الشغل بتاع التصميم ده بنلقى فيه برامج مفتوحه بتغنينا عن الشغل بتاع بتغنينا عن التطبيقات بتاعت الادوبي والفوتوشوب والنازل؟ عثمان تفضل. عثمان تفضل. اعمل ام ميوت يا عثمان. طيب عثمان شكله ما سامعنا. طيب ود الامام. يا دكتور ياسين، حياك الله. يا ريت والله الاجتماع ده اجتماع جميل جدا يعني، يا شباب الصراحه الواحد بيستفيد منه. يا ريت لو الشغل وقف او الزمن وقف ممكن نعمل هوست ثاني لو شباب. والناس معايا انت يا اخوانا سامعينك؟ نعم يا ريت.
يا ريت لو الشدل ده انتهى او لو التايم انتهى يا ريت نعمل ساعة تانية. ما مشكلة، هو بحيث في انه يعني نقدر الزمن نجاوب على بتاعنا. بقدر الامكان يعني. نعم، التعليق برضو على بتاع الزوم الميتنج هو اخوان. مفتوح يا ود الإمام، الزوم ايوه مفتوح، لكن المشكلة عندنا ارتباطات تانية، فما بنقدر نزيد من الساعة، يعني ممكن ناخذ 10 دقائق زيادة من الساعة. لكن نحن ممكن بعد ذاك كفريق، يعني كالتيم بتاع المصممين، ممكن بعد ذاك نتلاقى ورانا في الزوم، يعني كل كم يوم عشان نتناقش الحاجات دي كده، وبعد ذاك الناس تكتبها في السوشيال جميل ميديا وكده. تمام؟ جميل جميل. انا عندي اقتراح ممكن، لو ممكن يعني، الاقتراح انه مثلا نخصص يوم معين نتكلم فيه عن موضوع معين من مواضيع الديزاين، كويس، بحيث انه زول مثلا بيقدر او شغال الحاجه دي، او اي زول يتكلم لنا في المجال اللي شغال فيه في الجرافيك، سواء كان ويب ديزاين، سواء كان براندنج، سواء كان سوشيال ميديا ديزاين، بوسترينج، سواء كان تخصص فيها واللي هو بيشتغلها اكثر، كويس، عشان يعلمنا نحن او نحن نستفيد منه اكثر. وزي ما بيقولوا الواحد ممتاز، ممتاز جدا. شوف، دي ممكن يا ود الامام، ممكن الحاجه دي تعملوها انتوا في الجروب، يعني تنسقوا مع ليها. نعم، الحاجه دي ممكن انت كومباينيشن من حاجات كثيره. تعليقي برضه لي، تعليقي صوتك بيقطع يا ود الامام. يا لا انا استمعت. طيب، الحاجه دي زي ما قلت، احنا الاختراع حقك اللي قبل شويه انه كل فتره مثلا احنا نخصص يوم معين انه نتكلم في الحاجه الفلانيه عن طريق الزوم، او يا ريت لو في طريقه اتلاقينا هنا او قعدنا كده عشان الاجتماع ما يكون ده ويكون تارجت. عكس الاجتماع ده اجتماع تعريفي، ويعني اجتماع جميل جدا. تعليقي برضو كان على الاوبن سورس، معليش يعني. تفضل. الاوبن سورس يا اخواننا هي انه اي مجال او اي مثلا برنامج بيسمح لك انه تعدل في الداتا بتاعته، الداتا الاساسيه بتاعت البرنامج، يعني انت مثلا تضيف تول من عندك، تعمل حاجه، ده الاوبن سورس، كويس. مجال انا لحد الان ما لاقاني برنامج بتاع تصميم اوبن سورس، كويس، لكن على ما اعتقد سامع انه في برنامج اسمه كورل درو. كورل درو ده تقريبا قال اوبن سورس. المهم برضه بيستخدموه ناس المعمار تقريبا. نتمنى انه دكتور ترتيل تورينا عنه، اقصد باش مهندس ترتيل. طبعا دكتور ده انا، معليش يا اخوانا، باش مهندس ترتيل ممكن تورينا على الحاجه دي وكده، ممكن نستفيد منها يعني. دي النقطة بتاعت الأوبن سورس. وأتمنى إنه يعني نعمل اجتماعات كثيرة نستفيد من بعض وكده. وصراحة والله أنا استمتعت شديد يعني، رغم إن أنا معاق زي ما قالوا وكده وكلامي كتير، لكن والله استفدت لا، بالعكس بالعكس، نحن انا ما مخصوص انا كنت داير اللغة ده يتم باي طريقه، لانه بيفتح لنا شهيتنا، يعني مخلينا، يعني انا متاكد هاي. كلكم الناس اللي حاضرين معانا في الزوم لما ترجعوا في الجروب بيكون نفسياتكم غير، يعني والشباب ذاته ما قدروا يخشوا لما يعرفوا انه والله يا اخي اللي عملنا زوم ولغاء جميل كده وكده، بيكون يعني بيتحمسوا اكتر. يعني الفكره كلها يا جماعه، نحن دايرين انه يعني هي دي، ده الصميم بتاع مبادره الباحثين، انه نحن يا جماعه اي زول عنده فكر عنده فهم الحاجه دي نعمل لها مشاركه بيناتنا، يعني نستفيد منها. فشوف بس الجروب ده يعني ما شاء الله افادنا كثير، يعني وصي، انا متاكد بعد اللقاء ده في ناس افكارها حتتغير عن التصميم وحتمشي، يعني حيكون في حاجات جديده يعني بالتاكيد يعني. طيب يا جماعه، نحن في دقيقه دقيقه لكل واحد. صهيب، كلمه اخيره. دكتور صهيب حمزه، تفضل. صهيب، شكله يبدو انه في مشكله في شكل. ايوه نعم. طيب باشمهندس الترتيل،
طيب في شكله في مشكله يا شباب في انا ما اعرف المشكله وين بالضبط. باشمهندس حيدر عندك حيدر تقوله؟ طبعا للاسف في شباب. نعم تفضل. خير الظاهر انه نحن عندنا مشكله حتى في على مستوى السودان يعني في مشاكل بتاعت الانترنت وكده. انا بس والله كاضافه او كاقتراح انه نحن يعني حيكون في سلسله بتاعت حلقات في المجال ده إضافة لذلك إنه يكون في يعني كديسكشن بالنسبة لمجال التصميم والبرمجة، لأنه حرفياً نحن قاعدين نعاني من قصة إنه الزول ما بيقدر يفرق ما بين إنه المصمم شنو والبرمجة شنو. نعم. وشنو كمان الحاجات اللي بتكون مشتركة ما بين الاثنين يعني. ففي لبس كتير حاصل في الموضوع ده، ويا ريت إنه الشباب برضو يكونوا على يعني استعداد زي اليوم حضور كده، إن شاء الله نقدر نحاول نغطي كل الجوانب اللي عندها علاقه بالتصميم والبرمجه، لانه نحن حتى على مستوى السوفت وير عندنا برضه تصميم، لكن تصميمنا يختلف تماما عن تصميم الجرافيكس. نعم فهمت تماما الفكره وضحت يا باشمهندس. طيب معناه ده دوركم انتم، ده دوركم ناس البرمجه. أيوة. مثله في شخصك باشمهندس حيدر، وعندك الشباب في التصميم يعني. ممكن انا ذاتي ادخلك في الجروب بتاعهم بعد ذاك، انتم تنسقوا الحاجات دي براكم يعني، لانه ما شاء الله الشباب دي كلهم يعني شوف هسه استقطعوا من وقتهم وجو وهناك شغالين تطوع، وانت ذاتك شغال تطوع، فالافكار دي لازم تمشي لقدام عشان ما نكسل يعني. تمام. طيب يعطيك العافيه باشمهندس الترتيب. الو. ايوه تفضل. معليش الصوت كان. نعم تفضلي كلمه اخيره قبل ما نختم. الصراحة بس بسمن جهودكم في الشغل اللي جايين بيه في الجروب ما شاء الله يعني. ربنا يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله الميتينج ده يكون بداية لنا نحن على الصعيد كأسرة صغيرة، أسرة تصميم لمبادرة وللمبادرة نفسها. فبس شكرا لكم. الله يديك العافية. في يا جماعة عباس ده معانا من جبيل. عباس يتفضل. عباس فتحي. عباس طيب يا شباب وصلنا يعني للأسف لنهاية الوقت الختم للقاء ده، وكنا بنتمنى إنه الزمن يكون أكثر من كده، لكن يعني هي دي بداية يعني زي ما طرقوا الشباب وكده، دي بداية، وإن شاء الله بإذن الله الشباب ديال يعني دائما يعملوا لهم حاجة كده يعني برنامج ثابت، يجوا يدربوا الناس ذاتهم التصميم، يعملوا لهم فيديو صغيرة في اليوتيوب، يعملوا كل مرة يجوا يتكلموا عن الأفكار جديدة في التصميم وكده. أنا شخصيا والله استمتعت جدا واستفدت كثير جدا منهم من الجروب، والليلة كمان استفدت زيادة. شكرا لكم كثيرا، وأتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن كنا يعني ضيوف كفاف عليكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر. السلام عليكم.